بالنسبه لفريق الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل بمجلس المستشارين، يعني شنو الاوجه تاع التصرف ديالكم على القضيه تاع ارتفاع اسعار المحروقات؟ اولا داخل مجلس المستشارين كان ضابط النظام الداخلي كيعطينا مجموعه من النصوص القوانين، وفي هذا الاطار حنا كنشتغلوا من داخل مجلس المستشارين. طبعا المجموعه هي النبض ديال الكونفدراليه، هو الممثل، هو الصوت ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشوم داخل مجلس المستشارين. من هذا الموقع في اطار ما يعرفه المغرب من ارتفاع اسعار المحروقات والاثار السلبيه على اسعار المواد الاستهلاكيه وضرب القدره الشرائيه للمواطن المغربي، كانت المجموعه سباقه في التصدي وطرح مجموعة من الأسئلة على الحكومة، واللي كانت دائما كترد بالرفض، خصوصا طرحنا مجموعة من طلبات الكلمة وطرحنا مجموعة من الأسئلة الكتابية. كاين إصرار من طرف الحكومة من رد إثارة هذا الملف بالضبط من داخل مجلس المستشارين، وكنا قدمنا مشروعين قانون حول تحويل مؤسسة لسامير الإنتاج إلى الدولة المغربية، في إطار أنه 70% من الديون المتراكمة على مؤسسة لسامير هي لصالح الدولة المغربية، وبالتالي طالبنا درنا مشروع قانون واللي ترفض بجملة تفصيلة، وحتى ترفض حتى النقاش ديالو من طرف الحكومة من داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين. أيضا طرحنا مشروع ديال حول وقف تحرير أسعار المحروقات ولا تحديد أسعار المحروقات، بدوره حتى هو الحكومة رفضته من التداول فيه من داخل مجلس المستشارين. هذا كيبين أنه فعلا هذا الملف كيكون طابو لدى الحكومة، وكترفض أي نقاش فيه حوار فيه من داخل المؤسسة التشريعية. يعني بالنسبة لك مشكلة أسعار المحروقات هو طابو بالنسبة للحكومة؟ إلى حدود الساعة بردودها ممارساتها من داخل المجلس يعتبر طابو من طرف الحكومة، وما كتبغيش ولا ترغب في مناقشته من داخل مجلس المستشارين، رغم أننا كنتابعوا المساطر التشريعية والقانونية اللي كيخولها القانون كيقول الدستور المغربي. وهناك كتعتبر الحكومه كتخرق الدستور المغربي في عدم التعاطي الايجابي مع مطالب والمشاريع المقترحه من طرف مستشارين والبرلمانيين وممثلي الامه.